ليسونسييل دونك هنايا البنات كيما راكم تشوفوا الحاجه الاولى اللي راح نديروها راح نديروا لابولي بيان سور على طريقه اللي نديروها بزاف بزاف مليحه وثاني سهله وطريقه هكا تخدميها ما تعبيش بزاف عليها. هنايا كيما راكم تشوفوا عندنا لي مورسو تاع الدجاج وهنايا عندنا بصله راح نقطعوها قطع صغيره ذاكيت حنايا كيما كنتي الدنيا لابولي كيتجها مليح مليح يعني دقيقه تخدممت يعني دراغ تاكيتي دي خدمن اختي دي سكن لا ميثود كي انت ما عارفه ما قيت انت ما عارفه اش حرت جهه تزيد مليح مليح قيمه مسد يدي وكنت ولي امشي تنخدم طفاسون دقيقه تخدم تتي انا وسط خلال الوقت كانت تولي مثل جوف سنين نخدم تاع لي بلاي كاين نخدم سنين لي بلاي خاطر وكنا غادي قيد ويا زدا قلنا باقي ساعه دونت تولي مثل ان ساعه الزيت زيت سونغو باقي ساعه لا موطاد باقي سبيسيال سبيسيال بولي باقي ساعه تيشيرت ها جينجمبر جينجمبر باقي تيشيرت باقي ني ريف في الفيرسيان كلكم صلاه داك اكثر جمع فوالا هنايا دوكا كيما قلت لكم هنايا درنا البصل كما سيف سيف هنايا درنا البصل وقلت لكم درنا زوج بلا على خاطر الجاد شغل ما يكفيناش بلا واحد صافي الحاجه الاولى راح نديرو البصل هكا نحطو هكا كطبقه اولى وبعد راح نزيدو في الزيت النباتي. انا بالنسبه للتوابل واش عندنا كامل عندي هنايا لا موطاد وتانيك سبيسيال دجاج وشويه سكنجبير سكنجبير زنجبيل شويه زنجبيل هنايا الفلفل الكحل وتانيك الملح هنايا حسب الذوق. دركا الحاجه الاولى اللي راح نديروها راح نحطو هكا لي مورسو تاع تاع لبس تاع الدجاج لي مورسو تاع الدجاج ومن بعد راح ندهنوها كامل بلا موطاد هكا كي فاش انا نخدم انا حتى لا ميثود اللي نخدمها كاينين كيف كيف لا ميثود نانا الجيا دايو سينا سي كاينين اخر نانا الجيا تني مالك انا اختي ولا كيف ولا تو هذا كيني ندهنوك كي كي لا موطار دقي عندنا كي يوصل كي كسلا موطاد ناكو عند سيم سلارو سلامي طو ديكي الزيت مليح مليح تندي ما تندي ما يمال فلس ثورا غات فما كي 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 تخدم مرا كي قلت تخدم مرا كي خطا كي كي نخدم خميس تبدل اها خميس تبدل كيما يفهمون ونيد سبون تسمحي لي تما تحوس خرا كيما يحمل راسي حمز نارا ايه ده كمان ابو جيك لما تخدم ايه ابو جيك ده كمان جبون وين يغش بنوات وين يغش بنوات وين كيك حمنا كيك شوفا ادريس ماما غيا اروح 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 ايه عزة ثم لكن كما سيكون سندهن أو بعد نغزع غنون دروكا راح نبدأ ندهنوها هكا بهذه الطريقة ومن بعد راح نديروها داخل الفرن ونخلي البصل تاعنا حتى يتقلى بها ومن بعد 20 مينوت واحد 20 مينوت ومن بعد كي يتقلى البصل هذاك وثاني كي الدجاج راح يتحمر شويه كي كيف راح يتحمر راح نحيه باش نمرقو به ما سخون وثاني راح نزيدو في الجلبانه. دروكا قعدوا مع هذا الفيديو وتشوفوا كامل لي ديتاي كيفاش نكملوا هذه الوصفه. هنايا كيما راكم تشوفوا انا من جهه واحده اخرى راني طيبت في الجبانه وطيب طيبت في البيض وتلك هنايا عندي الروس طيبتو راح ندير لا ماسيدوان بيان سور قلت لكم انايا نزيد لها مقدار واحد تخرج لا ماسيدوان تاعكم بزاف بزاف بنينه بيان سور هنايا راني وجدت تلك في لاصوص تاع الخل درت الخل ودرت الزيت ودرت الملح خرج بزاف بنين بيان سور ما راحش نخلط هاد المقادير ما راحش نخلط هاد المقادير بلا مايونيز مي بصح راح نوجد تانيك لا مايونيز في البيت مي بصح راح نخليها حتى الاخر اللي حاب يديرها يديرها اللي ما يحبش ما يديرهاش. راح نخلط هاد المقادير بهاد لاصوص. هنايا قلت لكم راني طيبت في الاروز هنايا طيبت هاد الكمشه تاع الجبانه هنايا عندي المايس وعندي تانيك باتي دو فولاي هذا هو المقدار اللي قلت لكم نزيدها في لاماسيدون تخرج بزاف بنينه بارابور اش تضمي مي اخا تضمي لا حار
تظللح خلي شحال يزيد واو نو نو خطيه وتطفلك تما يبغى ديت كيفاش الحال شحال هو شحال هو سكايت باك يا بالك تجي البنات ديك سته لا 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 ماجيش واو لي ليجوم واو لي ليجوم ديك ما تلبش ديك ديك الماكله الطون نكون فيها بليك الباتي دو فولاي غادي تكون تيزوط اشكيك الى ماسيدوناكي ثورا ادوي شوالي كني تسخر بوكا على كيني ني تسخر بوكا على روزاكي نعم ديك خدمة خمسة ملاجي ديك خدمة خمسة ملاجي كوبا خندو كتي مشطح هنايا عندي خمسة بيض وكوبيتهم كامل هكا قطع صغيرة راح نزيد تاريك في الباتي دو فولاي راح نزيد في الباتي دو فولاي ونزيد تاني في المايس ونزيد في الجبانة توني درت كمية كبيرة على خاطر دارنا يحبوا بزاف المايس لا ماسيدوان هما درت حدا يخلط باسكو خمنا حمجي من مليح مليح لا ماشي دوان وانا اصلا سيجا ونسونا يا ناس ما كونتيتي تم قام انا كي ميساج ولا كيس بوك ما بدا صافي بريجي داك ما كونتيتي تم قام زاب لي كحطا سليم ما اتي كنت مزيان كي نبقى تخو ما خير لا انا خاطر نسال اسخن باكي دي كلش انا رداونت لاصوص لاصوص اللي نعمل ندخل مغاس ديال الخل اثر وكو يا خير خطا وقلت نشوك صافي ثلاث ساعات وكوني تستناو كيف فيك اذا ما ديال الدجاج حطو حسي تاع الخل حطو شنو غير تصور الخل يسخسر حطو حطو جا شوف اوبلا واو هي راح نزيد له هيك كاس خدمة دونك هنا يعني جبت هاد البلان اللي عنده تاع المسكوت كيما راكم تشوفوا راح نحط كامل هاد لا ماسبون داخل هاد البلان ومن بعد راح تشوفوا في الاخر كيفاش يخرج كما راكم تشوفوا بعد ما تقلى الدجاج تاعنا تقلى ثاني كي نبسط تقلى بيان تفصوا الريحه تاعو ديجا راهي بدات من البدايه ديجا بدات الريحه تاعو صح في زنا ديجا ريحت ديجا استفانت الزيت مليح مليح تولا داكيني كانت تواجه مفتاح دا قلت كسدي مورصو على قلت كنت تاع الدجاج فان تاعي اليز شو غتفات قاري تقولي مورصو ديال زيت ثورة أثني بدر أو هنا ومسك ثورة أثني سميرة من دوك راح تماركو بيما سخون كما راكو تشوفو ما هذاك لازم يكون سخون ومن بعد راح نعاودو نحطو لي مورسو تاعنا انا ميفكي دي فرعون ناروند او دارون دلتو ليش طح الزعتران صعب مصعب عود عود كنا هنا عندنا الروند بيان سو الا عندكم زعتران ثاني كزيدوا شويه زعتران كيف كيف دروك ثاني راح نكملوا هكا للطبق الثاني للبلا الثاني بالنسبه لابولي حياتي رانا وجدنا في رانا وجدنا البطاطا انا وجدنا في البطاطا كيما راكم تشوفوا راح نديروها باش تطيب في الماء ولا نصوروها ومن بعد تولي منات اشو اسنانو كلي يوكن اتفق زيد تخالف
هنايا راح نوجد في لا مايونيز. لا مايونيز تاعنا واش راح نديرو؟ عندي هنايا زوج حبات تاع البيض وعندي ثلاثه حبات تاع الفرماج. بيان سور هذه تقدروا تستغنيوا عليها سي با بليجي. وثانيك الى عندكم كيفاش تسموا هذيك الفرماج للطري كيف كيف ديروا هذه ولا الفرماج هذيك. وعندي الزيت وعندي ثاني الملح. الحاجه الاولى سواء تحكموا البراميكسور سواء هذا الميكسور سواء حدا تخدم بالباميكسور لا الميكسور كي نورمال ثورا اذاك من هنا كاع داخل دروك راح ندير البيض الداخل في الملح حتى قرصه من الملح على خاطر راح ندير في الفرماج صافي ما نكثرش من الملح. دروك الحاجه الاولى اللي راح نديرها بيان سو تقدروا تزيدوا في الثوم تقدروا تزيدوا تانيك في المعدنوس واش نقول تانيك كيفاش تسمو في فلفل كحل مي بصح انا راح نديرها برك هكا راح نديرها سامبل. دونك راح ومن بعد نبدا نزيد شويه بشويه ومن بعد كي نشوفها بدات تثقل راح نزيدو في الفرماج تاعنا. بديت نشوفها تثقل راح نزيد في الفرماج هكاك باش نشوفها بيبر شحال من الزيت اللي راح نزيدو يمكن ولا في حبيه بيبر شحال نزيد اسامي اسامي ماشي اسامي دروكا راني كملت من لا مايونيز هذي وراح تشوفوا كيفاش خرجت. ها بيان سور الا حبيتوها تثقل اكثر من اكثر تزيدوا في الزيت هذا ما كان بصح انا حبيتها هكا. دروكا هنايا لا ماسيدوانا راني سجلتها بيان هنايا. بالنسبه لهذا الطبسي شغل ما راهوش بلان مليح خفت يعني لو كان ما يخرج لي شغل صقم بيان خاطر ما راهوش بلان ها تبان لكم شغل عنده قاع شويه ها ويسع شويه القاعه في حديد دونا ان شاء الله غادي فا بوقت تاكيني خاصك ني لا علاقه داك الباتيسري مي بصح معليش اسخد معاك خفت 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 بسم الله بسم الله بالك بزاف ديال زاري بصح زين بروبليم هادي ساكن دابا بزاف ساعديني ساعديني ادمو ادمو هذا سهل يمون بسم الله يا حاولي والله حفص حميدي زان خلا الله يبارك خلا لا ما زيد نغيت خلاصك بسم الله فاش تكي كوبوش هذه بون قول تهب الدواء سريعه سريعه ماما مسلمه يعني راهو شباب بزاف ولا الماسدوان خرجت بزاف شابه الله في الاول خفت لوكا ما يخرجليش كيفاش ندير دوك واش عندي هنايا عندي هنايا ما على باليش كيفاش يعني نديرو الديكور انا باش اللي نحطو هكا اساس هذا سيدي قول على تغرز مسكين تتغرز فيكي هذا هو ديجا زمور اسمو الطوماطيش هذا خديتي يا زمور وكنا ما نصدوكش طيح ما تكسر دوك هنايا الداخل دوك هنايا الداخل كيما راكم تشوفوا راح نجيب الزيتون الاسود راح نجيب ثاني الطوماطيش نقطعها هكا قطع صغيره الحمجه بكره بصرافات اكيد حمي راح ندير البصل ثاني كنقطع البصل الداخل الزيتون الزيتون الاسود وثاني الطوماطيش وراح نزيد لا مايونيز هكاك باش انا خاطر ما لقيتش وين نديرهم هذه برك هي البلاصه تاعهم. هنايا كيفاش ندير عندي الطوماطيش مع راح ندير هاد لا كوبات هذه نحطها هنايا هكا باش ما تطيح
هنايا راح ندير الزيتون الاسود هكا، من الجهه الاخرى راح نديرو في الطوماطيش هكا بهذا الشكل. تفاصيل الى عندكم صوالح واحد اخرى نديرو ثاني تاع، بصح انايا عندي برك هذوما هكا راح يخرجوا هكا. ولا خرج بزاف شباب راكم تشوفوا فيه، الله يبارك. درك هنايا رانا نحينا البطاطا بعد ما طابت بيان بيان سو، قطعناها هكا شرائح باش تطبيه به. راح تو يكون نقطعوها دي كوب شول، راح تكون شويه نقطع هكا شرائح به به. درك انا حطيناه هنايا في الريسيبيون هذا، راح نزيدو شويه من المارغرين بيان سو، راح تحطيه بالماء روعه. وراح ثاني كي راح نستخدمو ماء الحليب دوك هنايا خياتي كيما راكو تشوفو راح نزيدو في الفرماج وتاني كمام في الحليب. زيتو هذا حدايا اسنانو الفرماج وقريف كيك وسواليم ومن بعد تنكمسو باتور. ما ثولمت بيان سو خطات نخدم الفرماج صافي، ما ثولمت الملح حجم السفنكارو اسنانو ذا انت شطوح من جوز الطيب، بس نرابي شويه جوز الطيب، راح نرابيو لها تانيك شويه من جوز الطيب باش تعطي بنا طب. هنايا كيما راكو تشوفو رانا كملنا من الفطور تاعنا، و لابوري راهي واجده كيما راكو تشوفو راهي واجده، و تانيك مام لاصوص تاعنا خارج يهب الطفاسون. لاصوص هاكي هاكا تاع لابوري بالجلبانه، واش نقولكم البنه تاعها لا تقاوم. وبالنسبه لامارسيتوان راكو تشوفو كيفاش ديكوريتها، يعني ما عنديش بزاف بواش نديكوريها كامل فوق مي معليش. و لا مايونيز راني وجدتها هنايا، والخبز بيان سو الخبز المطلوع ديما واجد معايا ما ديما واجد. فوالا وهذا هو الفطور تاعنا تاع اليوم. لاصوص دركا راح نوري لكم كيفاش خرج لاصوص. فوالا لاصوص تاعنا كيفاش خرج، واش نقول لكم خرج بزاف بزاف بنين، ها بزاف مليح. واش نقول لكم الى هنا لحقنا لافان تاع لا فيديو، الى فيديو اخر ان شاء الله. باي باي مع السلامه.